سيدة سعودية بتدور على شاب للجواز، وده مش غريب خالص، لكن الغريب انها ناوية تدفع للعريس 400,000 دولار، وشرط واحد علشان توافق عليه، مش هتصدق ايه هو. السعودية زهقت من السنجلة وقررت انها تدور على شاب يتجوزها في الحلال، والمفاجأة انها تدفع له 400,000 دولار، ودول يعملوا حوالي 18 مليون جنيه. بس حطت شرط مهم وقالت انه لازم يكون متوفر في العريس، ويا اما كده يا اما الجواز مش هيتم، وحطت الكلام ده في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وده خلى المنشور يعمل جدل على مواقع السوشيال ميديا، والكومنتات اترمت عليها زي المطر. البنت كانت شايفة ان سنها كبير وهو 39 سنة، انها خايفه قطر الجواز يفوتها وما تلحقش تستمتع بالحياه الزوجيه، خصوصا انها حاسه ان عندها رغبه كبيره في الجواز ومش عاوزه تقع في الحرام. عشان كده قررت وبكامل ارادتها تحط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تدور فيه على عريس منشود. قالت انها على قدر كويس من الجمال، جسمها رشيق، بشرتها سمرة شويه، وانها كانت بترفض عروض الجواز الكتيره اللي اتقدمت لها على مدار السنين اللي فاتت، عشان كانت منشغله بالعنايه بوالدتها الكبيره في السن واللي ماتت سابتها من 3 سنين، وانها بعد وفاة والدتها لقت نفسها وحيدة ومحتاجة لراجل يشاركها الحياة وسنينها اللي جاي. المفاجأة ان البنت دي بتشتغل في وظيفة حكومية مدرسة في مدرسة الرياض، ومرتبها كبير، يعني من الاخر اللي هتتجوزه مش هتحتاج منه اي فلوس، بالعكس. كمان قالت انها هتدفع للعريس 400,000 ريال سعودي، وهتتنازل عن مهرها كمان، بس حطت شرط وحيد عشان توافق على العريس، وهو انه يكون على خلق ومتدين وحنين ويقدر الحياة الزوجية. ورغم ان الناس شككت في الاعلان المتداول، لكن شهد انتشار واسع على مواقع منصات السوشيال ميديا، وناس كتير كانت شايفة انه مش حقيقي، خصوصا انه مجهول العنوان ومش مكتوب عليه اي وسيلة للتواصل مع اللي كاتب المنشور. وبرغم كده الاعلان كان عليه تعليقات كتيرة جدا من شباب بيدوروا برضو علشان يتجوزوا، وشافوا البنت دي فرصة ذهبية، خصوصا وانها هتدي العريس المنتظر ملايين الجنيهات. ولو انت مستغرب المنشور ده وبتقول ايه اللي يخلي بنت تعمل كده، احب اقولك ان المملكة العربية السعودية بتعاني في الحقيقة من ظاهرة العنوسة العالية، زي معظم المجتمعات دلوقتي اللي بتعاني منها بنسب متفاوتة، وبتبدأ تتحسب عنوسة الاناث عند بلوغهم سن 25 سنة، وكمان مع بداية سن 30. وبلغت نسبة العنوسة في السعودية السنة اللي فاتت 10.7%، وكان في 227,000 بنت تجاوزت سن 32 وما تجوزتش. ولو لسه مستغرب، فالسبب الأول لزيادة العنوسة في المملكة العربية السعودية هو ارتفاع المهور، وده اللي خلى المستشار الاقتصادي محمد بن سعود يصرح ويقول إن الجواز في السعودية بقى عبارة عن بيع وشراء، وإنه العادات والتقاليد لسه زي ما هي، والآباء بيضطروا يبيعوا بناتهم في مزاد علني، وإن ارتفاع المهور زاد نسب العنوسة للإناث في كل المجتمعات العربية. انتم بقى شايفين ايه اسباب العنوسة في الدول العربية؟ وهل فعلا تكاليف الجواز بقى مبالغ فيها ولا لأ؟